اهلا ومرحبا بكم في قناة ثقافة معلومة. النهاردة هنتكلم على اشهر كومبارس في السينما النبوية السيد رحمة الله عليه. ابنة اشهر كومبارس في السينما تروي تفاصيل حياة والدتها. تحدثت ابنة اشهر كومبارس في السينما النبوية السيد تروي بنتها تفاصيل حياتها وقصة زواجها مرتين. تحدثت نجوى عن والدتها قائلة: اشهر كومبارس في مصر النبوية السيد، قامت بالعديد من الادوار وتاخذ جزء من الذاكرة البعيدة للجمهور. تفاصيل زواج أشهر كومبارس في مصر: تزوجت مرتين، مرة والدي ويدع رمضان وكان يرفض العمل في السينما، وانفصلت عنه ثم تزوجت من شعبان جسير في السينما، وظلت تأخذ العديد من المشاهد في الأفلام. تحدثت نجوى بنت أشهر كومبارس في مصر عن والدتها قائلة: كانت تقضي ساعات عديدة في استوديو التصوير، وذلك حتى ترحل كانت بتنتظر العربيات اللي تبعد لأكبر مكان مجمع، لأقرب مكان للناس عشان تنزلهم فيه. في يوم من الأيام لقيت أخويا حسن بيتصل بيا: كوني في القاهرة في أسرع وقت، وذلك بسبب دخول والدتي في غيبوبة بالرغم من إن صحتها كانت جيدة جدا ولا تعاني من أي خلل ولا تعاني من أي مرض ولا يوجد بها أي مشاكل على الإطلاق. وتوفت الفنانة عن عمر يناهز 75 عام، وأشارت الأسرة إنها استقبلت العزف في منطقة البراجلة، مشيرين إن مفيش أي فنان من الفنانين حضر العزف ولا اهتم لموت والدتي. دي كانت قصة أبرز كومبارس في مصر النبوية السيد. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش اشتراك ولايك للقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا.